من جديد بجد تحيه كابتن هيثم ولضيوفك ولكل مشاهدينا مع المدير الفني للنادي الاهلي طبعا الكابتن محمد مصلحي. بقول لك مليون مبروك فوزكم اليوم على فريق طلائع الجيش 3-1. مباراة كانت صعبة واتصعبت في الآخر، ولكن النادي الأهلي وخبرات لاعبي النادي الأهلي والتكتيك بتاع حضرتك طبعا على الخطوط قدر يحسب اللقاء لصالح النادي الأهلي. الحمد لله، يعني كان يعني هو يعتبر طبعا جيش من الفرقة المقدمة في الدوري، عملنا محاضرة كويسة وسيطرنا في أول وتاني جيم سيطرة كاملة، تالت جيم حصل دروب كده في الاستقبال قدروا هم يخلصوه، ورابع جيم مشي برضو الحمد لله، يعني 25-16 يعني الحمد لله بسهولة. الحمد لله دلوقتي ماشيين كويس، وإن شاء الله الماتش الجاي في القناة والماتش الترسانة تأجل، وربنا يسهل إن شاء الله على ماتش الزمالك يوم الاثنين الجاي إن شاء الله. كابتن هيثم وضيوفه وكابتن أحمد زكريا وكابتن ممدوح إسماعيل بيدعموك وفي ظهرك، وبإذن الله ناخد بطولة الدوري بإذن الله. عارف طبعا، تحياتي للكابتن أحمد والكابتن ممدوح وكابتن هيثم، من زمان هو بيدعمنا وتاريخ طويل معاه، يعني وفي من سنه كام من افتتاح القناه، والله هو يعني عارف الكلام دوت. ان شاء الله ربنا يسهل بس ونقدر نسعد جمهور النادي الاهلي ببطوله ان شاء الله. ليه الجيم اتصعب علينا في الشوط الثالث؟ الاستقبال هتهز شويه. عبد الله اثر علينا؟ عبد الله نجم كبير طبعا، وحسام في مستواه طبعا، لما طلع حصل دروب شويه، بس يعني انا بقول لك هو الاستقبال مش معد، يعني هو الاستقبال اللي حصل فيه دروب شويه فصعب الجيم. طلبت وقت، قلت لعيبتك ايه؟ اهم حاجه الهدوء شويه والكره الاولى تطلع صح، وعملنا تبديلين في نهايه الشوط الرابع، طلعت اثنين لاعب اربعه، نزلت احمد عبد العال ومحمود رؤوف قدوا ما عليهم والحمد لله. طب حريص تقول لعبتك ايه بعد انتهاء المباراه؟ والله انا عندي تمرين بكره، قلت لهم يعني الماتش وانتهى وان شاء الله بنلتفت للماتش اللي بعد كده اللي هو ماتش الزمالك المهم جدا. جمهور النادي الاهلي عاوز الدوري. اكيد طبعا. جمهور النادي الاهلي دايما بيحب المركز الاول، وخصوصا فرقتنا فرقه النادي الاهلي كره الطايره بيدعمها، يعني الجمهور بيدعمها دايما، وان شاء الله نقدر نسعدهم يا رب دايما كده ان شاء الله. مليون مبروك، وباذن الله ماتش القناه وماتش الزمالك نفوز عليهم باذن الله ونتصدر كالعاده ان شاء الله باذن الله. مليون مبروك. شكرا. كابتن هيثم، ده كان لقاءنا طبعا مع الكابتن محمد مصلحي المدير الفني للنادي الاهلي. مليون مبروك لحضرتك، مليون مبروك لضيوفك، مليون مبروك لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. فوز النادي الاهلي الكبير 3-1 على فريق طلائع الجيش، عوده ليك من جديد. فضل. مبروك اكيد ليك كمان شريف شعبان مراسلنا من ارض الملعب. والحقيقه ده كان لقاء مهم مع كابتن محمد مصلحي مين، وزي ما انتم شايفين درجات التركيز والاستعداد بشكل كبير، وتقدير الخصم الحقيقه لما بيكون يعني عندك منافسات رقم واحد في المكسب ان انت تقدر الخصم.